أمطار قياسية في بكين، أكثر من 500 ملي متر من الأمطار في 24 ساعة، ولا تزال العاصفة الممطرة مستمرة وتجبر عشرات الآلاف على الفرار من بيوتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن أجبرت الأمطار الغزيرة وهي الأكبر هذا العام على العاصمة الصينية بكين عشرات الآلاف على الفرار من بيوتهم مع مرور بقايا الإعصار الدكسوري عبر المدينة، فيما حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية خانون التي من المتوقع أن تضرب الساحل الصيني هذا الأسبوع، حيث أجبر الإعصار أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في العاصمة اليوم والتي شهدت أعلى مستوى لهطول الأمطار هذا العام، وأن 60 ألف أسرة في بكين تعاني من انقطاع الكهرباء وشبكة الاتصالات بسبب هطول الأمطار المتواصلة، وقضى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، فيما فقد 27 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي انهالت على بكين، وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بكين الدولي وأيضا في مطار العاصمة بسبب الفيضانات الشديدة، والصين تصدر أعلى مستوى إنذار من الفيضانات. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هطول الأمطار الغزيرة تتواصل في العاصمة وعدة مناطق مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين، ودكتوري هو أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما دفع مئات الآلاف لمغادرة منازلهم. وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 150 ملم، ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم، وتم إغلاق المواقع السياحية في المدينة،